طرزان، طاهر العطيل، حاج الأولى، شرطة العيد كتشوف، عند الطهر الكبير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني إخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة كتشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، زر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات. اليوم جبنا لكم جلابة للبيع، يعني موديلات مختلفة بالطرز الرباطي، بالتوب ديال المليفة والتوب ديال الكريب. عندنا هذه جلابة بالتوب ديال المليفة مخدومة بالطرز الرباطي، وفيها الشبيكة ديال الليد. المليفة راه المليفة الاكسترا سبيسيال، كتشوفوا الخدمة ديالها، المليفة الاكسترا سبيسيال، كواليتي مزيانة، طرزة طرز رباطي. التوصيل داخل وخارج المغرب، يعني في المكان تيت كتوصلك السلاح حتى للدار. الى عجبك هذا الموديل هذا غادي تشوف فيه العبار ديالها، غادي ندوزو العبار، والا كان العبار كيناسبك راه تواصلي معنا في الواتساب، غتسكرينيها وتعيط علينا في الواتساب. عندنا هذه في العبار ديالها، عندها الكتاف 46، 46 في الكتاف. وعندنا في الطول ديالكم 58 اونص. بالنسبه للثمن ديال هاد الجلاب كلهم اللي غادي ندوزو، الثمن ديالهم 500 درهم، 500 درهم تقريبا 50 اورو او 50 دولار، يعني 50 الف فرانك. عندنا في الصدر 36 طاي كبيرة، عندنا في ليهونش الدور ديال الحوض 38، عندنا في الطول، الطول ديال الجلابة عندنا مترو و 32، يمكن تزاد. ندوزو الموديل واحد اخر، كاين هادي بالتوب ديال كريب، كريب كاليتي مزيانة، كريب دوس وحرير. كما كتشوفوا الطرزه ديالو حتى هي طرزات في الكمام وفي الصدر نفس الطرزه ديال الاولى، مختلفه غير في الثوب. بالنسبه للعبار ديال هذه، عندنا في الكتاف 42، عندنا في الطول ديالكم 58، عندنا في الصدر 31، وعندنا في ليهونش 33، وعندنا في الطول، الطول ديال الجلابة الطول عندنا مترو وربعين، مترو وربعين في الطول، الثمن حتى هي 500 درهم، يعني كلهم اللي غندوزو دابا راه 500 درهم. كاين عندنا هذه الطرزة في اللون أزرق، طرز رباطي. المليفة هادي التوب ديال المليفة الاكسترا سبيسيال، كما كتشوفو الطرزة ديالها، عندها الطرزات في الصدر وفي الكمام، توب مليفة الاكسترا سبيسيال. بالنسبة للعبار ديال هاد الجلابة هادي، هاديك عندها في الكتاف 44، عندنا في الطول ديالكم 58، عندنا في الصدر، الصدر عندنا 30، وبالنسبة لهونش عندنا 35 في الحوض. بالنسبة للطول، الطول عندنا مترو و 35، يمكن يتزاد، هذه حتى هي 500 درهم، يعني تقريبا 50 اورو او 50 دولار، يعني 50 الف فرانك. عندنا هذه حتى هي بالتوب ديال المليفة، التوب ديال المليفة، المليفة الاكسترا سبيسيال، كاليتي مزيانة ديال المليفة، عندها الطرزات في القب وعندها الطرزات في الكمام. ممكن تشوفوا الطرزات ديالها في القب وفي الكمام، بالنسبة للعبار ديال هاد الجلابة، عندنا في الكتاف، الكتاف عندنا 38، عندنا في الطول ديالكم 56، عندنا في الصدر 27،
عندنا في ليهونش الحوض 30 بالنسبة للطول، الطول عندنا مترو 36، يمكن يتزاد او يتنقص. الثمن حتى هي 500 درهم. عندنا هذه حتى هي بالتوب ديال المليفة الاكسترا سبيسيال، حتى هي بالطاج الرباطي اللي ما كديموغداش. هاد المليفة هادي كتبقى تلبس دائما. بالنسبة للعبار ديال الجلابة هادي، عندنا في الكتاف 43، عندنا في الطول ديالكم 60، عندنا في الصدر عندنا 30، الدورة ديال لي اونش الحوض عندنا 32 اونس. وبالنسبة للطول طول عندنا مترو 32، حتى هي دايره 500 درهم، 50 اورو او 50 دولار، 50 فرانك. التوب ديال المليفه الاكسترا سبيسيال عندنا هذه حتى هي بالتوب ديال المليفه، حتى هي بالتوب ديال المليفه الاكسترا سبيسيال، خدومه بهاد الزواقه هذه، عندها حتى هي طرزات في الصدر وفي الكمام. هادو كلهم اللي دوزنا الثمن ديالهم 500 درهم. عندنا هذه في العبار ديالها، عندنا في الكتاف عندنا 43، عندنا في الطول ديالكم 53، عندنا في الصدر 30، عندنا في الدورة ديال لي هونش الحوض 32، والطول طول عندنا مترو 30، يمكن تزيدي فيها او تنقصي. كما قلنا هادو راه دايرين 500 درهم، 500 درهم الجلابة، هادو راه دايرين 500 درهم جلابة، تقريبا 50 اورو او 50 فرانك او 50 دولار، يعني 500 درهم. التوصيل داخل وخارج المغرب، يعني في المغرب فين ما كنتي كتوصلك السلاح حتى للدار، وخارج المغرب كذلك راه كنوصلوا، يعني فين ما كنتي كيوصلوك حتى للدار، كنرسلوا مع شركه ديال في دي اكس، يعني فين ما كنتي راه كيجيبوها لك. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.